بنروح معاكم دلوقتي بقى لتصريح وتعليق، وهنتكلم عن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي اللي اتكلم وصرح عن رضاه عن الفوز الخاص بفريقه على فريق سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ولكن هو اكد ان الفريق كان يقدر ان هو يلعب افضل من كده في المباراه دي. وكمان اتكلم وقال ان بعد ما احرزنا هدف التقدم يعني تحصل المنافس على اكتر من فرصه عشان يقدر ان هو يتعادل، ولكن من الممكن يعني ان احنا كنا نتعاقب، ولكن الامور مشيت بشكل كويس جدا ان احنا نحقق الفوز وهو ده الاهم، الحصول على الثلاث نقط. كمان اتكلم وقال لو لعبنا بالشكل ده في مباراه نهائي افريقيا ضد الوداد المغربي الموضوع مش هيكون كافي، وهنحتاج ان احنا نركز اكتر وهنحتاج حماس اكتر بكتير عشان نقدر ان احنا نحسم المباراه لصالحنا. اتكلم كمان وقال يعني بنواجه مشكله ان نسبه احراز الاهداف من الفرص اللي بتوصلنا يعني قليله، وبنواجه كمان غياب التركيز قصاد المرمى، ودي من اكتر العوامل اللي ممكن تتسبب في إهدار الفرص وكمان غياب الشراسة في تسديدة الكرة على مرمى المنافس. كمان برضو اتكلم مارسيل كولر وقال المدير الفني للنادي الاهلي تفاصيل الجلسه اللي جمعته مع ايمن اشرف قلب دفاع الفريق عشان يتكلم معاه عن اسباب تجميده فنيا طول الفتره اللي فاتت دي، وقال انا شايف ان ايمن اشرف اقل من اللعيبه الحاليه وما قدرش ان هو يعني يثبت نفسه، وانا ما اقدرش اني اوعده كمان بفرصه. وقال كولر قعدت مع ايمن اشرف ثلاث جلسات لما طلب ان هو يعرف ايه هي اسباب ان هو بعيد عن المشاركه مع الفريق، وقال كمان مدرب النادي الاهلي انا بحب ايمن اشرف كشخص لكن الموضوع قدرات فنية، اللاعب بالنسبة لي هو رقم 5 في ترتيب المدافعين، ولو قدر مع الوقت ان هو يحارب ويتقدم في الترتيب لكن انا مش هاجي على حساب حد او اضم كل يعني اللي موجودين في القائمة في المباريات.